سوق الاستثمار يعني واحد تقنية جديدة تمويلية أدخلت إلى المغرب حديثا في القانون المغربي، وهي تدخل في النطاق المالي الإسلامية، وهي بديل يعني لسندات الخزينة العمومية التي كانت تصدرها الخزينة العمومية، وتتميز عنها بأنها تقدم تمويل للدولة ولكن بدون فائدة. فنحن اليوم في هذه الندوة إن شاء الله سوف نناقش كيف يمكننا نحن في المغرب أن نستفيد من هذه التقنية في تمويل التنمية وتوفير رؤوس الأموال اللازمة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.